الهيئة العامة للرعاية الصحية بدأت إجراءاتها التنفيذية علشان تفعل وحدة جديدة. الوحدة دي اسمها إيه؟ اسمها وحدة اليقظة الدوائية. الوحدة دي تعتبر أداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، تم تفعيلها داخل مستشفيات المحافظات اللي بتطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي الإسماعيلية وبورسعيد ومحافظة الأقصر. صحيح مصطفى، الحقيقة أن هذه الوحدة بتستهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا معانا دلوقتي على التليفون دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عشان نعرف تفاصيل أكتر عن وحدة اليقظة الدوائية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. أهلا بيك، صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين. أستاذ جمال، أستاذ مصطفى، أهلا أهلا يا دكتور. هي دي حضرتك هي وحدة جديدة لكن في نظام ليس جديد. كلمة اليقظة الدوائية هو التنبؤ أو اليقظة لاحتمالية أي مشاكل أو أثار جانبية ترصد عن الأدوية. لما بيطلع سيادتك أي دواء جديد أو أي دواء يستخدم، وبرضو يمكن أنا بعد شوية هقول لكم حاجة مهمة جدا في هذا الاتجاه، الأدوية دي بتستخدم طبعا على مستوى المرضى ومستوى البلد، وبتوصف عن طريق الأطباء للمرضى. احتمال كبير جدا كل الدواء، يمكن بسيادتك لو شفتوا أي علبة دواء هتلاقوا جواها نشرة عن الأثار الجانبية المحتملة، ودي بعض خطوط استرشادية للمرضى وللسادة الأطباء. في بعض الأحيان يرصد مش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله، بعض الأثار الجانبية التي لم تكن موصوفة أو معروفة من هذا الدواء. في هذه الحالة بتبلغ الجهات المسؤولة عشان تتابع هذا الموقف، ويمكن معرفش حاجة يعني أكيد ده رصد قبل كده. في أدوية ساعات بتتسحب أو تتوقف لغاية ما يثبت إن ملهاش أثار جانبية غير الأثار الجانبية المعروفة عليك. فكلمة يقظة دوائية هو إن الواحد بيبقى متنبه، وأي واحد فينا بيوصف دواء ولقى أثار جانبية غير معروفة بيبلغ على طول الجهات المسؤولة. دي قصة موجودة دايما في المستشفيات وفي الجامعات وفي المؤسسات، لكن يمكن الوحدة دي وحدة جديدة في هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة. لكن احنا كمان على هذا التوازي، على التوازي يعني مثلا الأسبوع اللي فات احنا عملنا اجتماع عشان نعلن الخطوط الاسترشادية لاستخدام المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي، بحيث أن كل مرض من أمراض الجهاز التنفسي سواء بيعالج في المنزل أو بيعالج في المستشفيات أو في الرعايات المركزة أو المرضى اللي محطوطين على جهاز التنفس الصناعي، بنقول الأطباء الزملاء إيه الأدوية المستخدمة أو التي يمكن أن تستخدم في كل حالة من هذه الحالات. فهي دي قصة مهمة جدا لضمان سلامة المريض، الاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة، الحد بقدر المستطاع من أي احتمالية وجود أثار جانبية. صحيح. دكتور، إزاي بيتم رصد وتحليل الأثار العكسية لكل دواء؟ يعني بالتأكيد هناك وحدات بقى بناء على هذه الوحدة في كل المستشفيات بتحلل الاستخدامات الخاطئة، بتشوف الدواء ده رايح فين، بتشوف الشكاوى عاملة ازاي. عملنا المنظومة دي ازاي يا فندم؟ دي منظومة قديمة جدا، ويمكن اللي حضرتك بيعلن ده تحديث او تأكيد، ويمكن الاستفادة من بعض الأوبئة اللي كانت موجودة زي وباء الكورونا. يمكن لأول مرة سيادتك كنت يتسمع كتير قوي على كلمة بروتوكول، وتم تحديث بروتوكول ده بيبنى على أساس تجارب علمية وإكلينيكية. وعايز أقول لحضرتك إن أي دواء في الدنيا عشان يطلع ويبقى دواء ويتحط في أبوات ويتداول مر بتجارب كثيرة جدا، تجارب معملية، تجارب حيوانية على بعض حيوانات التجارب، ثم تجارب إكلينيكية بشرية، لغاية ما توصل إلى ما هو تأثيرات هذه الدواء الإيجابية، وده المطلوب، ما هو احتمالية أثار جانبية، وده أيضا لازم يرصد، ثم ما هي الحالات اللي مش ممكن نستخدم فيها هذا الدواء أو اللي يجب أن يتجنب فيها استخدام هذا الدواء. ورغم كل هذا
في يعني تقارير دورية لتؤكد هل هناك آثار جانبية كثيرة أو جديدة في هذا الاتجاه. يعني مثلا حضرتك في أدوية قد تؤثر على الكبد، في أدوية قد تؤثر على الكلى، في أدوية ما ياخدهاش المريض اللي عنده ضغط دم، في أدوية ما ياخدهاش المريض اللي عنده سكر، وهكذا. من الذي يحدد هذا؟ كل ده نتج زي ما قلت لسيادتك عن هذه السلسلة من الإجراءات حتى يصل الدواء. يعني في المتوسط سيادتك الدواء ممكن يقعد ما بين 10 و 20 سنة حتى يصل إلى دواء يستخدم للبشر. ورغم كل هذا قد يتسحب الدواء أو يتوقف أو يتعمل نوع من الريستريكشنز الشديدة جدا في استخدامه، ودي حاجات قديمة جدا وما زالت مستمرة. صحيح يا دكتور، ولكن على سبيل المثال يعني طبعا هو مش دواء، ولكن خلينا نقول إنه حالة مشابهة شوية، بنسمع دلوقتي مؤخرا عن نوع خلينا نقول من المحليات الأسبرتام، إنه تم الحديث دلوقتي على انه من مسببات مثلا السرطان، بعد سنين كتير جدا كان بيستخدم في التحليه في منتجات كتير جدا. ولكن حق تماما يا استاذه جمانه، بس عايز اقول لحضرتك قصه الدواء، قصه المحلى الصناعي ده ليست جديده. صحيح. كل شويه تطلع وترجع تهبط تاني. صحيح. انما طالما، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، طالما بدا يبقى في راو وبدأ في كلام على هذا الاتجاه، يبقى إذن الاحتمالية قد تكون موجودة. إنما الكلام ده مش جديد، كلام صحيح. موجود إن كل شوية حد يعمل تجارب يقول لك في احتمالية إن ده، وطبعا يعني مش بس الدواء ده، مش بس المحلى ده. صحيح. يمكن ده مثال يا فندم لسؤالي. في أنواع من الأغذية لو اتاخدت ممكن تعمل كذا. بالزبط. في أدوية، في أغذية ممكن تعمل سرطان في المعدة، وهكذا. بكل تأكيد يا دكتور. يمكن سؤالي لحضرتك يا فندم هو انه ده يتطلب انه دايما يكون في ابحاث طول الوقت على ادويه مختلفه. احنا عندنا ادويه كتيره جدا جدا زي ما حضرتك ذكرت، يمكن ده ممكن يحتاج 20 سنه حتى نكتشف مثلا واحد من الاثار السلبيه او حاجه جديده ما كناش عارفينها، بما انه بيؤثر كمان يمكن على المدى الطويل، الادويه مش بتؤثر في وقتها. فده سؤالي لحضرتك، على طول في يا فندم ابحاث مستمره على أبحاث؟ وبعدين سيادتك في تواصل دايما بين المؤسسات التعليمية والعلاجية، وطبعا احنا في الجامعات المصرية في كليات الطب في مختلف التخصصات بنرصد هذه الأدوية، بنعمل يعني سيادتك المؤتمرات العلمية الطبية اللي بتتعمل عدة مرات في السنة في كل تخصص بترصد هذه النقاط. وزمايلنا يطلع استاذ او طبيب يقول انا والله لما استخدمت الدواء الفلاني لقيت كذا، ده بيرصد ويتعمل بيه بحث وتبلغ بيه هيئه الدواء او في طبعا زي هيئه اليقظه الدوائيه، ودي موجوده في هيئه الدواء المصريه، وبالاضافه للوحدات الجديده اللي بتضاف. فهي نقاط مهمه جدا. على فكره احنا ساعات بنكتسب المعلومه من المريض، يعني ساعات حضرتك انا اكتب دواء للمريض ودواء معروف ومسجل، لكن يقول للمريض، ودي على فكره مش قليله، انا والله لما خدت الدواء الفلاني حصل لي كذا. ليس بالضروره يكون ده مكتوب. صحيح. لكن انا لما يجي مريض ويقول لي انا لاحظت ان الدواء ده عمل اثار جانبيه، فالحس الاكلينيكي بتاعنا يتماشى ويتوازى مع خبرة المريض اللي واخد الدواء فعلا. وخصوصا بقى لو تكررت من أكثر من واحد، يعني يجي اثنين مرضى خدوا نفس الدواء وقالوا نفس الآثار الجانبية على الفور، بنبلغ الشركة المنتجة للدواء وهيئة الدواء المصرية المسؤولة عن هذا التتبع المرضي والتتبع الدوائي. يعني أفهم من حضرتك أن هذه الوحدة ستكون يعني وسيط ما بين هيئة الدواء المصرية من جانب وما بين المستشفيات العاملة في منظومة التأمين الصحي من جانب آخر. بالضبط. فهم عنده مستشفيات بيعالج المرضى، في أطباء موجودين في مختلف التخصصات، إذا رصد الأطباء المعالجون أو الصيدلة الإكلينيكية أن لوحظ أن في أي أثار جانبية بتنتج من هذا الدواء، على طول بتبلغ هذه اليقظة الدوائية اللي هي بتبلغ فورا هيئة الدواء المصرية. مش كده وبس، ده احنا ساعات بنكتشف
وانت بتدي العلاج ان الدواء ده قد يكون له اثار ايجابيه في حاجه ثانيه. صحيح. يعني اكتشاف اخر لتاثير ايجابي لهذا الدواء. وحصلت كتير، حصلت كتير دي مع ادوات كتير. ما تقدرش تثبت هذا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ مصطفى الا بتجارب اكلينيكيه سريريه. الموضوع مهم جدا، انت بتتكلم حضرتك على عقارات ادويه وعلى حياه مرضى وعلى اثار جانبيه وعلى تاثير على المنظومه الصحيه سواء على صحه المريض او اقتصاديات الدواء. بكل تأكيد يا دكتور. دكتور يمكن حضرتك في بداية المكالمة ذكرت انه هتقول لنا حاجة مهمة جدا. كنت اقول لك الحاجة المهمة جدا ان احنا بنعمل وده توجه قومي ارشادات طبية مصرية في مختلف التخصصات. اللي هي بيسموها جايد لاينز. اللي هي الخطوط الاسترشادية لعلاج الامراض. يعني انا تخصصي جهاز التنفسي. عملنا التهابات الجهاز التنفسي، وزي ما قلت لحضرتك الالتهاب ده ممكن يجي في الشعب الهوائيه، ده ليه علاج. صحيح. في الرئه نفسيها ليه علاج، لو كان المريض في البيت بيبقى دواء معين، لو في المستشفى وهكذا. عندنا مثلا مرض الحساسيه الصدر اللي هو الربو الشعبي، في استرشادات دوائيه. في السد الرئويه او انسداد الشعب الهوائي المزمن وهكذا. زمايلنا في الكلى المسالك البوليه ليهم استرشادات، الجهاز الهضمي ليهم استرشادات. في هذه الحاله لما تطبق هذه الارشادات او الجايد لاينز المصريه، وكل العالم عامل كده، كل العالم في حاجات عالميه وفي حاجات لكل دوله، بتعمل نوع من الامان والضمان والتاثير السلبي القليل وايضا الانعكاس الاقتصادي سواء على المريض او على الدوله. طبعا دي نقطة مهمة جدا يا فندم. جدا يا فندم. وطبعا احنا بنتوافق دايما بالخبرات المصرية مع العالمية في وضع هذه البرامج، يعني اليقظة الدوائية بقت حاجة عالمية دلوقتي. صحيح. الخطوط الاسترشادية بقت حاجة عالمية، بنحضرها في المؤتمرات العالمية والمؤتمرات المحلية وهكذا حضرتك. وعلى هذا الأساس يعني بيتم التنسيق دوليا مع كمان كبريات الشركات الدواء في العالم او المنظمات الدوائيه زي منظمه الدواء الامريكيه والاوروبيه وخلافه من اجل امدادنا يعني بالمعلومات. بالظبط. يعني انت عندك الاف دي اي دي اشهر واحده في العالم. عندك في اوروبا في ايميا. مصر عملت هيئه الدواء المصريه، جزء من شغلها الاساسي هو دراسه الدواء التاثيرات الايجابيه. واضح ان في عطله في التليفون. يبدو اننا فقدنا الاتصال. بالظبط كده. طبعا بنشكر دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه، بنشكره طبعا عن كل هذه التفاصيل عن هذه الوحده المستحدثه، وحده اليقظه الدوائيه. اعتقد هي مهمه جدا بالفعل، وفكره كمان وجود جايد لاينز زي ما كان الدكتور بيتكلم، او حتى خطه استرشاديه للادويه المستخدمه في كل مرض على حدة، دي مهمة جدا يا مصطفى، لأنه أحيانا للأسف بنلاقي في ناس أصلا بتجتهد، يعني مش دكاترة طبعا، مش بتكلم على جانب الأطباء تماما، لكن بتكلم على جانب الاجتهاد الشخصي. أي. خاصة إن إحنا عندنا جانب كبير جدا أو أدوية كتير جدا حتى من المضادات الحيوية موجودة في الصيدليات يا مصطفى، زي ما بيطلق عليها الـ OTC أو اللي بتبقى موجودة، إنه يعني الـ الشخص يقدر إن هو يشتريها من غير ما تبقى مكتوبة في روشتة الطبيب. بالظبط. يمكن حتى بره المضاد الحيوي لازم يكون بالزبط. موصوف في المضاد الحيوي بس، كل الأدوية. بالظبط بالظبط. فهي نقطة مهمة جدا يعني بكل تأكيد.